يعني احنا دايما لما بنعمل موازنة بيبقى في ذهننا يعني ما هو مستوى الدين، ما هو مستوى العجز، ما هو مستوى يعني المطلوب على الأبواب المختلفة فيها، هل يعني عاوزين نحقق فائض أولي، طب نسبته قد إيه، كل الحاجات دي بتبقى معايير مهمة جدا. ما هي الأهداف الاستراتيجية اللي الموازنة هتتبناها؟ ما هي الحاجات السياسات اللي لازم هتتعمل خلال السنة المالية الجديدة؟ كل الكلام ده بيتناقش ويعني بيبقى هو أمور حاكمة في أعداد الموازنة. على سبيل المثال احنا قايلين انه مستوى خدمة الدين الى الموازنة كان 40%، احنا لينا هدف انه بسرعة ننزل خدمة الدين من الموازنة يتحرك ناحية يبقى اقل من 30 ويبقى على مدى معين يقرب من 25 على اساس ان ده الوضع اللي احنا ايه مستهدفين. طيب يبقى لازم احنا نشوف نحقق ده ازاي. برضو نسبة الدين عاوزين نبدأ يبقى الدين للناتج تحت 80 في يعني الالتيميت التارجت او المستهدف الرئيسي ان احنا نصل الى ان الدين للناتج يكون تحت 80. احنا حاليا كام؟ احنا قفلنا في 30/6 اللي فات 91.6. اذا لازم نتحرك ننزل الدين للناتج، والسنة دي ان شاء الله بإذن الله نحقق تحت 90 اللي هي 30/6 ده، وان شاء الله نتحرك بقى في الهدف بتاعنا ان احنا رايحين ناحية 80 واقل. ايضا العجز الكلي بتاع الموازنة، احنا يعني الموازنة بتاعت السنة دي مستهدفة 6.7، ان شاء الله نحقق ونحقق احسن. الموازنة الجديدة يعني بنشوف حوالين 6.16% العجز بتاع الموازنة، وأيضا بنستهدف يبقى في فائض أولي حوالين 1.5% من ناتج المحلي الإجمالي. استراتيجيتنا قائمة على أنه نستكمل تمويل المشروعات القائمة المفتوحة الضخمة. طبعا في مشروعات ضخمة بتتم في قطاع النقل، في مشروعات ضخمة بتتم في قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، في مشروعات ضخمة بتتم في الصحة، موضوع التأمين الصحي الشامل وامتداده.